الصحفيون الأوكرانيون يصنعون الحدث في العاصمة كييف بدخولهم عنوة إلى مقر رئاسة الحكومة، حيث كان رئيس الوزراء ميكولا زاروف يشرف على اجتماع للوزراء. حوالي 10 صحفيين تمكنوا من الولوج إلى قاعة الاجتماع، حيث قاموا بوضع يافطات على ظهورهم كتبت عليها شعارات منددة بالاعتداءات على الصحفيين. المحتجون انسحبوا إثر ذلك من القاعة في صمت. رئيس الحكومة لم يكن راضيا عن هذه الحركة الاحتجاجية، وقال مخاطبا رجال الأمن: نحن لا نسمح بمثل هذه التصرفات داخل اجتماع مجلس الوزراء. إن كانوا صحفيين جردوهم من بطاقاتهم الصحفية التي تسمح لهم بالدخول إلى مقر رئاسة الحكومة. وفي تعليق لإحدى الصحفيات تقول: عبر هذه الكلمات البسيطة أردنا أن نلفت نظر الحكومة إلى خطورة الاعتداء الذي تعرض له زملاؤنا، ولمطالبتها بفتح تحقيق لكشف وإلقاء القبض على الجنات وإحالتهم على المحكمة. الصحفيون كانوا يحتجون على تعرض زميلين لهما للضرب في 18 من الشهر الجاري عن طريق أشخاص من الموالين للحزب الحاكم. بحسب مصادر إعلامية أوكرانية، الحكومة أكدت أنها قامت باعتقال أحد المعتدين.